صار لاعب السابق مساعدا طبعا لمدرب الفريق الاول علاء البدرساوي. موجود اللاعب رأي نصار. لعب هلا اماميه للفريق المكبر ملعوبه والتسديده جول 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 الجول الاول للفريق المكبر عن طريق ابو خديجه احمد ابو خديجه. اذا يسجل اول اهدافه مع فريق المكبر في هذا الموسم، اول اهداف هذه المباراه ورابع اهداف البطوله بعد اربعه اهداف شهدها لقاء المجموعه الاولى. الاول اللي جمع فريقي الامعري وترجي وادي النيس كان لقاء افتتاحيا لهذه البطوله. اذا هدف اول عن طريق ابو خديجه بالرقم 27 قادما من نادي البيره، قائد فريق البيره السابق وصانع العاب فريق اسلامي او جبل مكبر عفوا في هذا الموسم. شهر يصنع، ابو خديجه يستلم باليمين يسدد باليسار وبالتالي جول في مرمى الحارس انور الاقرع. هذه الاعاده للوب، وقبل ذلك مر على الفريق عدد كبير من اللاعبين، لكن الان اللعبه الاماميه عند اللاعب رامي سالم. رامي يحاول، رامي رامي يا رامي يا رامي، جول 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 رامي مسالمة. يابا ان يغادر المباراة الأولى من دون أن يسجل حضوره، من دون ومن غير برضه أن يسجل حضوره، بالتالي جول أول لرامي مسالمة والثاني للمكبر في هذه المباراة. جميلة يا رامي، جميلة يا رامي. رامي مسالمة قلنا عنه مرات كثيرة، قلنا عنه رامي مسالمة أنه يرمي، رامي يرمي يرمي سهامه ويصيب المرمى ولم تسلم منه الشباك اللي هو الهداف الكبير والجميل اللاعب السابق. على سبيل المثال المكبر راح يواجه الواد والاسلامي كالقيلة، راح يلعب على الامعري، والجوله الثانيه راح تنطلق يوم الخميس القادم مثل اليوم. والعرضيه جول 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 جول. قلت لك اللي بيغلط بعد ذلك شو بيعمل؟ بيعمل الصح يا زيد يا قنبر. اضاع عدد من الفرص لكنه سجل حاليا، يحاول كثيرا ويحظى باعجاب الجمهور واداره النادي وكمان الاطار الفني، وكلهم عاقدين عليه امال كبيره، امال كبيره لانه لاعب مجتهد ولاعب شاب برضه. متفائلين بنهايه اسمه، متفائلين بالقنبر، متفائلين بهاي العيله عيله القنبر بانه لا تنجب الى الهدافين، لا تنجب الى اللاعبين الكبار. خضر عبيد خلص بين سنه، بين سنه هلا، لسه اول مباراه يا كابتن ابو معين، لسه اول مباراه، اول مباراه بالموسم، لكن يعني اطمن شوي خاصه انه زيد سجل. هشام الصالح ترك اللعبه الماضيه.